توقيف أشخاص قاموا بتجريد عنصرين من القوات المساعدة من ملابسهم بالفقيه بن صالح. عبد الصمد زلزولي يحسم الجدل حول تمثيله للمنتخب المغربي. لا يصدق، شاهد ما حصل بمعبر سبتة المحتلة. الجيش المغربي يتدرب على رصد الطائرات المختفية من الرادارات، شاهد بالصور. خبر جميل، إلى حدود هذا الشهر 8 إصدارات للسيارات من 4 شركات مختلفة تصنع في المغرب بنسبة إدماج تفوق 60% وتلامس 75% في بعضها، بينها سيارتين كهربائيتين كليًا، مع وجود أنباء حول الشروع في صناعة سيارات كهربائية أخرى محليًا في القريب العاجل. برج البنك الشعبي أحد أكبر البنوك في إفريقيا. خبر عاجل، الجامعة العربية تفرض على الجزائر استخدام خريطة الدول الأعضاء الرسمية دون بصر أي مناطق منها إن هي أرادت استضافة القمة، مشدد على أن الصحراء الغربية مغربية حسب الخريطة الرسمية للجامعة. نظام الدفاع الجوي المغربي تنين السماء في عملية اعتراض لهدف جوي أثناء التدريب. على اليمين عربة الرادار ABS 150، وبالوسط عربة قاذف الصواريخ وهي تطلق الصاروخ بسرعة تصل لأربعة أضعاف سرعة الصوت. صورة لانتشار منظومة تنين السماء المغربية SD50 في مسرح العمليات. المجموعة 20 للمدفعية الملكية والتي تشغل منظومة الدفاع الجوي سكاي دراغون 50. صور من داخل عربة التحكم والقيادة بمنظومة الدفاع الجوي سكاي دراغون 50. صورة من المناورات الأخيرة التي شهدها المحيط الأطلسي بين فرقتي فريم المغربية والإيطالية. الفرقاط الإيطالي شهدت زيارة من طرف مفتش العام البحرية الملكية المغربية، وهي نفسها التي ربطت الأخبار بينها وبين البحرية المغربية وقد دخلت الخدمة منذ سنوات فقط. توقيف أشخاص قاموا بتجريد عنصرين من القوات المساعدة من ملابسهم بالفقيه بن صالح. أوقفت مصالح القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالفقيه بن صالح الجمعة 25 جانفي 2021 أربعة أشخاص بينما لازال بحث جاري عن باقي المشتبه فيهما. وهاجم أكثر من 10 ملتمين الخميس 23 جانفي 2021 عنصرين من القوات المساعدة عند نقطة حراسة بمنجم الفوسفات بني عمير بجامعة بني وكيل بضواحي الفقيه بن صالح، حيث قاموا بتجريدهما من زيهما الرسمية والاعتداء عليهما بواسطة سلاح أبيض. وقد تم سرق الضحيتين في العراء عرضة للبرد مجردين من زيهما الرسمي طيلة ليلة الخميس وإلى غاية صباح يوم الجمعة 24 جانفي قبل اكتشاف الواقعة التي استنفرت السلطات المحلية وعناصر القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالفقيه بن صالح، الذين هرعوا إلى عين المكان وفتحوا بحثا في النازلة واستجمعوا المعطيات والأدلة الجنائية التي من شأنها كشف هوية المشتبه فيهم من أجل توقيفهم وإحالتهم على العدالة. هذا وقد تم نقل الضحيتين إلى المستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح قصد العلاج. عبد الصمد زلزولي يحسم الجدل حول تمثيله للمنتخب المغربي. حسم النجم المغربي الشاب عبد الصمد زلزولي لاعب فريق برشلونة الجدل حول المنتخب الذي سيقوم بتمثيله. اللاعب المغربي كتب في تدوين على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام انه لاعب في المنتخب المغربي لينهي الجدل الذي اثير عن الموضوع منذ يوم امس. واعتبر بعض المتتبعين ان تدوينة زلزولي بمثابة رد على الجامعة الاسبانية لكرة القدم التي تضغط على اللاعب المغربي من اجل ثنيه على عدم تلبية دعوة وحيد خالي لوزات للمشاركة في الكان. وكانت تقارير قد تحدثت عن محاولة اتحاد الاسباني لكرة القدم ونادي برشلونة للثنية عن تمثيل المغرب من اجل لاعب لاسبانيا. تجدر الاشارة الى ان اللاعب عبد الصمد زلزولي تم استدعائه لتمثيل منتخب اسود الاطلس في كأس امم افريقيا التي تبدأ الشهر القادم في الكاميرون. لا يصدق، شهد ما حصل بمعبر سبتة المحتلة. شهدت مدينة الفنيدق ليلة أمس الجمعة 24 جانفي استنفارا أمنيا كبيرا إثر محاولة مجموعة من المهاجرين تسلل إلى سبتة المحتلة بعد انتشار أخبار تزعم أنه تم فتح المعبر الحدودي. وأشارت مصادر مطلعة إلى وجود بعض الأشخاص الذين يحاولون زرع الفتنة عن طريق الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي لترويج أخبار تزعم أنه سيتم فتح باب سبتة المحتلة أمام المهاجرين. وحسب ذات المصادر فقد مكن تدخل سريع للجهاز الأمني من الحلول دون وقوع كارثة، حيث قصد مجموعة من الشباب والأطفال معبر الحدودي باب سبتة بغية العبور إلى الضفة الأخرى.
الجيش المغربي يتدرب على رصد الطائرات المختفية من الرادارات، شاهد بالصور. يواصل الجيش المغربي تعزيز قدراته القتالية من خلال إما تدريب والمناورات التي تجمعه بجيوش العالم، أو من خلال تمارين عسكرية نوعية على عملية شبه حقيقية تحاكي واقع ساحات المعارك القتالية. وفي هذا الإطار كشف المنتدى غير رسمي فارماروك عن احتضان المدرسة الملكية البحرية تمارين طاماريس 2021 للبحث والإنقاذ، امتدت من الثاني إلى الرابع من نوفمبر الماضي، والذي جمع مختلف المتدخلين الوطنيين في هذا النوع من العمليات. وأوضح منتدى فارماروك أن التمرين شمل مرحلة تطبيقية في السواحل البيضاء همت عملية بحث وإنقاذ لطائرة مدنية اختفت من شاشة الرادار وعلمت 15 راكبا كانوا متجهين من ليشبونة نحو مطار الدار البيضاء محمد الخامس. وأضاف أن هذا التدريب قد شاركت في هذا التمرين طائرة الخفر البحري من نوع كينغ إير 350 الحديثة لأول مرة، الذي عرف نجاحا مهما في مختلف مراحله وفق تعبير المنتدى. نشكركم على حسن المتابعة. جميل. أشرف وزير الصناعة والتجارة السيد راشد مزور رفقة المدير العام لمصنع رونو بطنجة على إطلاق سلسلة بريس إكس إل، وهي تكنولوجيا تمكن من ضغط المعادن لإنتاج إطارات السيارات. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الاتفاق القاضي برفع نسبة الإدماج في قطاع صناعة السيارات في المغرب من 60 إلى 80%. رجل أعمال مغربي بإسبانيا يوزع مليون يورو مكافأة على موظفيه بعد تحقيق شركته أرباح مهمة. البيت الأبيض في تصريحه السنوي يؤكد أن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو مشكل بين المملكة المغربية والجزائر. شاب ينحدر من أحد الدواوير بقيادة إغرم بإقليم تارودنت يقوم بقتل مشغله بمدينة الدار البيضاء ثم يضعه في برميل بلاستيكي ويسافر به إلى مسقط رأسه ثم يتخلص منه بالقرب من منزل عائلته. لا حول ولا قوة إلا بالله. يضغط الاتحاد الإسباني لكرة القدم على لاعب برشلونة والمنتخب الوطني المغربي عبد الصمد زلزولي بعد استدعائه لقائمة أسود أطلس من قبل وحيد خالي لوزاتشا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية مطلع السنة المقبلة في الكاميرون. قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يوم الجمعة في حق فيصل بهلول بسنتين حبس نافذة وغرامة قدرها 1000 درهم، ويستعد دفاع بهلول الملقب ببخلونة لاستئناف حكم بحسب تصريح دفاعه. المغرب ينتهي من تجهيز مصنع اللقاحات في انتظار الافتتاح الرسمي، ووزارة الصحة تحذر من اقتراب الموجة الأسرع لكورونا